والحيمه واش من الحيمه عطيه الدجاج فن زوين دايرين فيها هاد لاصوص هنا حلوه مالحه حامضه حلوه حاره حامضه. حنا اليوم جينا لهاد المدينه الكوريه في وسط اليابان في طوكيو. كاينه مدينه مجموعين فيها غير الكوريين بحال ديك تشاينا تاون كيكونوا فيها الصينيين وهذه كوريان تاون هذا الشكل ديالها فيها الماكله ديال الصين ديال الكوريين وهادشي ديالهم ديال الاستيتيك. انا من بعد غادي ندير معكم واحد الدويره. وهاد المدينه كيكونوا فيها بزاف الاجانب كلها اجانب واخا كيبانوا لكم كلهم عويناتهم مجبدين راه كلهم الكوريين والفيتناميين عصوم. شوفوا دابا واش هادي مرا ولدها كيبانوا بحال صحاب تبارك الله عليه طوال وكبر. واش السروال فين نازل ما عرفناش اشنو غنمشيو ناكلو اليوم. هذا هو الاكل الكوري كيكون بحال هكا صافي. اسيف قررت نجيب لك انتم يا محبين الاكل الكوري هادشي هو ما كلتم ها شويه ديال الخيار ماشي الخيار شنو سميت هذا اللفت هذاك اللفت وهذا اللي هنا السوجا جيرم دو سوجا وهذا هو الطوم طوم صايب السوجا صافي كلشي خضر القنيات خضر القنية صافي عصام اللي خدا الحمام دايرين هنا هذا العادي دايرين هذا اللي حار دايرين الكوماج يا سلام العرس صافي دايرين العيد الكبير والحيمة واش من الحيمة عطيه الدجاج فن زوين دايرين فيها هاد لاصوص هنا حلوة مالحة حامضة حلوة حارة حامضة. وهنا يا حبوباتي غادي نخرج معكم ندير واحد الدويرة هنا في هاد المدينة الجميلة
كتحس براسك بحال مشيتي لا كوري فريمون. عندهم هادشي ديال لي ماسك، هادشي ديال الكوزميتيك، راه البنات كلهم كيعرفوا بان هادشي ديال كوريا زوين زوين بزاف. فكتلقاي كلشي، قلت لك بحال مشيتي شديتي الطياره ومشيتي لكوريا ورجعتي. داكشي عندهم غزال. انا غادي ندخل لشي محلات هكا ديال دوك الايدلز ديالهم، زعما المحبين ديال الثقافه الكورية اكيد الا جاوا لهاد المدينه غادي يستمتعوا بزاف. فهذا مثلا واحد الباك ديال الوجه كيكونوا فيه شي 30 وحده ولا اكثر، كيبيعهم هكا مجموعين بنكهات مختلفه، هما الاشكال اللي فيهم. لقيت فيهم حتى ديال الارغان، هذه هي مصايبه بارغان، تخطفوا هذه من عندنا. ارغان اكيد راه ولا معروف في العالم كله. فقلت لكم كاينين ديال شي حوايج اللي ما عمركم ما تشوفوهم، بحال ديال الحلزون، بحال ديال كاينين بزاف ديال الحوايج. وإلا جيت قلت لك لهنا غادي تستمتعي. هنايا لي ماسك دابا مع هذا الوباء، راه داروا لي ماسك في الاشكال وفي الانواع وفي اللي كيبري واللي مطروز واللي المهم انا غادي نحاول نخلي هذا الفيديو يشرح لكم هذا الشيء اللي كاين، غير باش تعرفوا شنو اللي كاين في وسط اليابان. زعما فيه مدن مختلفه كتخرج غير من، انا كنهضر لكم غير على وسط طوكيو دابا، انا مازال ما خرجتكمش ان شاء الله لمدن اخرى. مازال كاينين مدن كبار، مدن تاريخيه، مدن بحال كاينه كيوتو، كاينه اوساكا، كاينين مدن بزاف بزاف وكلهم عندهم نكهات مختلفه. دابا كنقول لكم غير وسط طوكيو شوفوا ما شاء الله شنو فيها. اي حي كتمشي غير من حي لحي كتلقى واحد الطابع اخر وثقافه اخرى وناس اخرين. المهم الا كنتي في اليابان ولا في طوكيو ما يمكنش تمل، كل نهار غادي تحس براسك مسافر لشي مدينه جديده ولا شي بلاد جديده. واليابانيين حتى هما من محبين الكي بوب، فكيديروا لهم هكا هكا بلايصات في هاد المدينه هادي ديال التصاور ديال الايدلز ديالهم. فكيجيو لهنا كياخذوهم كيشريوهم كيتمتعوا كيحسوا براسهم مشاو لاكوري وكيرجعوا. واخا حنا عندنا قريبه لاكوري من هنا بالطياره ما كملاش ساعه. كاينين بزاف منهم كيمشيو زعما اللي محبين للثقافه الكوريه، كاينين منهم اللي كيديروا لا لي غوتور في نفس النهار، كيمشيو في الصباح كيدوزوا النهار في كوريا وكيرجعوا هكا. هذا الفود ديالهم، دوك السناكس ديالهم. المهم انا راه قلت لكم ما غاديش ندوي، ولكن اللي فيا مهناني. البلا بلا سناء البلا بلا. نخليكم احبوباتي واحبائي، كنعاود نقولها احبائي، نخليكم مع هذا الفيديو. نتمنى تعجبكم ونتمنى تستمتعوا معايا، انا كندور وانتم كدوروا معايا. نخليكم هنا ونقول لكم في هذه البلاصه هذه غادي نقول لكم ما تنساوش الا مازال ما مشتركينش معايا اشتركوا. القناه ديالتي فيها بزاف 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 ديال التشكيلات وانواع، كاين هادو خرجات بحال هكا ندور معكم في اليابان اللي اكيد بزاف الناس ما كيعرفوهاش. وغادي ندير معكم اطباق اللي تكون مختلفه ان شاء الله. اي حاجه بغيتوني نديرها معكم تكتبوا عليا في لي كومونتير، هادشي كيشجعني وكيخليني ندير اكثر، لان هادشي كنديرو بحب وكنتمنى هادشي يكون كيعجبكم. ولا عندكم شي حاجه اللي تقدروا تقولوا لي نحيدها ولا ما نديرهاش ولا ما كتعجبكمش، اكيد انا راهن الاشاره، تعاليقكم كيحمقوني. وكنتمنى انا مازال دابا ما عنديش ناس اللي كيديروا لي تعاليق زعما ديال ما عجبناش ولا، كنتمنى الا شي حد ما عجبتوش شي حاجه انا راني الاقشابتي واسعه.
نتمنى بالاراء ديالكم وبلي ميساج ديالكم وبلي كومونتير ديالكم حتى انا نزيد القدام ونطور من نفسي. يلا نخليكم هنا ونقول لكم شكرا 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 بزاف، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد ولا في فلوج جديد. باي باي.